السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على توجيهات وزارة الموارد المائية باشرت كوادر مديرية صيانة مشاريع وبزل بغداد وبالتعاون مع مديرية الموارد المائية بغداد بفتح الاختناقات الواقعة على مبذل KSG، وشمل العمل فتح اختناق قناة السريدات الواقعة في منطقة السريدات، وفتح قنطرة سيطرة الشعب القديمة، وفتح قنطرة الثعالبة، ولا يزال العمل مستمرا في فتح باقي القناطر ومنها قنطرة سبع قصور وقنطرة حي الكوفة، وذلك تفاديا لمجيء موجة أمطار جديدة وتفاديا لحدوث حالات فيضان.